أبرزت جائحة كوفيد 19 التي دفعت العاملين الصحيين إلى دائرة الضوء في أنحاء العالم محنة الممرضين في البرازيل، حيث يواجهون ظروف عمل سيئة ويصابون بالفيروس ويموتون بسببه بأعداد كبيرة. فهم يعملون لساعات طويلة مع أجور ضئيلة وهاجس نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إلى عائلاتهم. لا يحظى عملنا بما يستحق من تقدير. لأكون أكثر دقة، الممرضون هم على تماس مباشر مع المرضى والفيروس وكأنهم في ساحة حرب. لا يرى كثير من الناس الأمر من هذا المنظور. وقد توفي أكثر من 180 من أفراد الطواقم الصحية خلال مكافحتهم مرض كوفيد 19 في البرازيل، وأصيب أكثر من 18 ألفا منهم بالفيروس. وظيفتنا هامة جدا، نحن على خط المواجهة، نعتني بالمرضى وبأنفسنا على حد سواء للوقاية من المرض. الكثير من الممرضين أصيبوا بالوباء، وللأسف الكثير من أصدقائنا ماتوا.